يا جلبهار، معقول جالك قلب تخبي عني كل السنين دي انك مخلفة بنتي مني؟ انا كنت عملت لك ايه؟ بس كنت نقل شوية عادي، يعني عملت مصايب حبتين، يعني كانت شقاوة شباب ورطتها في مشاكل ملهاش علت. مقدرش انكر، بس كانت ظروف، سبتها وهربت من تركيا، يعني كنت احرف في داهية برضو، ملهاش حق، ما تدورش عليا. يوه، تتأخرت ليه يا مرسي؟ تأخرت ليه يا مرسي؟ يا سلام، كمان بتكنسل عليا؟ انا جيت، حصل لنا الرعب والتهديد يا اخويا. جبت قسايم الشراء بتاعت المحل؟ ايوه جبتها، وريني. ايوه كده صح، ادي اول خيط. خيط؟ خيط ايه يا قبطان درديري؟ انا مش فاهم حاجه. مش مهم، تطلب مين يا قبطان؟ الو ايوه مين؟ لو سمحتي ممكن اكلم مدام جلبهار؟ مدام جلبهار مره واحده؟ حضرتك طالب محل تجاري ضمن سلسلة من محلات تجارية ضمن فرع واحد من مؤسسة كبيرة. يا أخت خلصي، خنقت أمي اللي جابوني، لخصي، ممكن أكلم جلبهار؟ هي موجودة في إدارة المؤسسة، ممكن حضرتك تاخد الرقم. يا ايوه دي واحده، ألم 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 في ايه يا قبطان؟ مش فاهم حاجه. ماشي ايوه معاكي. ايوه شكرا. في ايه يا قبطان؟ انا مش فاهم حاجه. ولا انا يا مرسي، عشان كده لازم نفهم كل حاجه. اديني فرصه بقى. بتكلم مين تاني؟ بحاول افهم يا مرسي، بحاول افهم. بتقول مين؟ واحد مصري اسمه الكابيتان محمود درديري، اتصل بحضرتك اكتر من 7 مرات وطلب نمرة المحمول، بس طبعا محدش ادهاله. محمود درديري؟ تعرفيه يا مدام جلبهار؟ ايه اللي اعرفه؟ المهم ما قالش عاوز حاجة؟ الطلب الوحيد اللي طلبه نمرة موبايلك. وساب رقم تليفونه. اتفضلي يا مدام. حقيقي الدنيا صغيرة يا محمود. بس انا اسمي لزا باز. بس برضه الدنيا صغير. يعني وبعدين؟ يعني ادينا احنا الثلاثه سيبنا الشغل وقعدنا زي الولايه. يا عم الولايه حالهم احسن من حالنا، على الاقل ممكن يجيلهم العدل. طب واحنا هنفضل كده متخللين؟ ايه رايكم نروح لعضو مجلس الشعب عن الدايره ونطلب منه يشوف لنا حل؟ يا سلام يا عم السياسي، ده لو لقى فرصة لأي شغلانة أكيد هيديها لحد من قرايبه. طب أقول لكم حاجة، أنا ممكن أعمل دعوة على الفيسبوك لاعتصام قدام المحافظة، وساعتها المحافظ هيشغلنا فورا. ويا دوب الناس هتشم خبر الاعتصام هتلاقي كل إخواننا العواطلية وقفوا جنبنا، وساعتها المحافظ هيقدم استقالته. خلاص، واحد مننا يضحي عشان الاتنين التانيين وهو يبقى بطل. إزاي؟ يولع في نفسه الجاز. وهنجيب تمن الجاز منين يا فالح؟ حتى دي مش عارفين نعملها. الو قبطان درديري؟ جلبهار، يا صوتك لسه حلو زي ما هو يا جلبهار. وانت بكاش زي ما انت. قوليلي يا ترى، انت لسه زعلانه مني؟ انت بتكلمني بعد السنين دي كلها علشان تسالني لسه زعلانه منك ولا لا؟ على راي المثل، اللي مربي قرد عارف لعبه. قولي عايز ايه يا درديري؟ على راي المثل، خالتي عندكو؟ لا ما جاتش. أنا عاوز بنتي يا جلبهار. بنتك؟ أيوة بنتي، عاوز ميسون. جلبهار، ألو جلبهار. طب لما أنت بتحب تلعب طاولة يا الدلعادي، مش تقولي وأنا لعبك يا درديري؟ تحب تلعب إيه؟ ها؟ 31 ولا جلدهار؟ لا محبوسة يا بنتي المسجونة. لا
تقول لي درديري بقى ولا بتاع بقى، مفيش غير خفاجه به هو ده اللي هيحل لنا مشاكلنا. يا عم كان يحل مشكله اسمه الاول، حد يبقى اسمه خفاجه؟ ثم انت متاكد اننا هنلاقيه قاعد على القهوه؟ طبعا تقدر تقول كده ان هو عايش في القهوه 24 ساعه. يعني عوض بالذمه ده كلام يا ابياري؟ تلاقيه هيطلب مننا ندور له على سبوبه ولا هيخلينا ندفع له حساب القهوه؟ يا جوز جواهليه منك له، ده صحفي ينفذ على كل المسؤولين الكبار واكيد هيخدمنا. باماره ايه يخدمنا احنا بالذات يعني؟ بقول لكم ايه، انا هركب الطياره. سلام. بقول لك ايه، احجز لي كرسي جنبك. سلام يا تخين المخ. يا جدعان هنخسر ايه؟ استنوا تعالوا بس. ضربوا الاعور على عينه، قال خسرانه خسرانه، مش هنخسر حاجه. يلا مساء الجمال على أستاذ الصحافة ونجم الجيل. يا خبر أبيض، أنا مش مصدق نفسي إني شايف معالي حضرة جناب سيادتك قدامي وجها لوش كده خبط لازم. اليوم ده يا فندم لازم يتسجل بحروف من نور في السجل المدني، قصدي السجل التاريخي طبعا. أنتوا تعرفوني يا شباب؟ وهل يخفى القمر يا برنس؟ يا أستاذ خفاجة إحنا تربينا على كتاباتك وترضعنا من مقالاتك، خصوصا في العدد اللي وريتهولي يا إبياري. ايه ده، تحفه ادبيه تستحق عنها جايزه نوبل في العلوم. اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا، اقعدوا يا شباب اتفضلوا. عاوزين ايه بقى ان شاء الله؟ شغل بترول ولا كهرباء ولا قطاع اعمال؟ اللي تشوفه. لا، حسب اللي معاكم. البترول 40 والكهرباء 30 وقطاع الاعمال. ايه ده ايه ده ايه ده، مين ده يا سلطان؟ ولا اعرفه، ده انا فاكره معاكم. ولما احنا ما نعرفوش ايه اللي مقعده معانا على القهوه؟ قوم يلا. ايوه بس انتوا اللي جيتوا قعدتوا جنبي. وكمان بتتلمط؟ طب خد. كده الفوله بانت يا جلبهار، فضلت السنين دي كلها مخبيه عليا اني خلفت مني بنت، وكمان فتحت عليا الخط مرتين وما رضيتيش. السلام عليكم يا ابطال. تعالى يا مرسي، قولي انت متاكد ان الست اللي اسمها جلبهار دي مش متجوزه؟ ما انا قلت لك قبل كده يا ابطال ما اعرفش. طب والبنت، البنت شكلها ايه؟ حلوه زي كده؟ ها بص بص انت بتبص فيها. ايه ايه دي قمر قمر، بس عيني يتيمه بقى وابوها مصري، وتسبب لجلبهار دي في مشاكل كتير قبل ما يموت. موتة تاخدك انت وصفية في يوم واحد. الله، جرى ايه يا قبطان؟ مرسي، عارف ميسون دي تبقى مين؟ ايوه، بنت الست جلبهار صاحبة المؤسسة دي. تبقى بنت يا مرسي؟ ايوه بنتي. مالك فاتح بقك وبتبصي كده ليه؟ بنتي هفهمك، انا اصلي لفيت الدنيا 7 مرات وعرفت ستات يحلوا من على حبل المشرقة، ودي تبقى بنتي. الآثار اللي اتسرقت من مخازن سقارة وبورسعيد متخزنة دلوقتي في اسكندرية. يعني المطلوب نقلها من اسكندرية لتركيا بأسرع ما يمكن، بس ازاي؟ أنا اتصلت بالجماعة اللي عايزين الآثار دي وقالوا إن السرعة مش مهمة، المهم ان التحف الاثريه دي تخرج من اسكندريه وتوصل هنا سليمه. وعلى فكره كان عندك حق يا ميسون. في ايه بالظبط يا مامي؟ لما بلغت الجماعه اني موافقه على صفقه الاثار دي فوجئت انهم عملوا تسهيلات رهيبه في موضوع الهيروين. دول وافقوا ان انا ابقى مسؤوله عن الشرق الاوسط كله، وايه بتسهيلات ماليه، تصوري بقى. كنت متاكده من ده. صح، مفيش غير الحل ده. انا ما اقدرش اروح تركيا بنفسي، انا عملت هناك مصايب، مش بعيد يقبضوا عليا اول ما ادخل المطار. ليه كلمت جلبهار بس؟ ليه؟ زمانها دلوقتي عملت حسابها واتصالاتها. ما اكيد بقت واصله. واصله وصل الدش ولا يا ابطال؟ طب ما تخلينا نتفرج معاك، اصل الحاجات دي يعني تحب اللمه. تعال تعال يا لذيذ منك له، تعال عود يا اخوي. اقعد. خير ده حسب شطارتكم، انتوا مش كنتوا عاوزين تسافروا بره مصر؟ ايه، لقيت المركب اللي هتهربنا يا ابطان، بس اوعى يسيبونا في نص البحر. يا عم يسيبونا، ما هنا غرقه وهنا غرقه. ادوني فرصه اتكلم. سامعين ولا مش سامعين؟ سامعين. طرطقوا ودانكم.
اهو. ركزوا معايا. معاك. افهموا كل كلمة بقولها، وكل واحد فيكو يحط بقه في ودن التاني ويقوله اللي انا هقوله. فاهمين؟ فاهمين. فهمتوا؟ فهمنا. روحوا نفذوا.